أعمال ما بقي من هذا الشهر. أولاً عن الإمام الرضا عليه السلام: من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صيام 2 متتابعين. ثانياً يستحب آخر الشهر الإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتوبة وأداء الأمانة وإزالة الأحقاد وتقوى الله والتوكل عليه. ثالثاً عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لأبي الصلت الهروي: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه.